أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خذلان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل وينفقوا
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتم وإن
تعدوا نعمة الله لا تحصوها اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا Oh.
رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وانت قبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الإنسان ما غرك بربك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن لحافظين كراما كاتبين كراما يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أول أمر يومئذ لله
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. كنتم أيها السادة الكرام مع آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها المقرئ أحمد بن يوسف الأزهري شيخ القراء ببنغلاديش. وفي هذه الأثناء يحل بهذا المجلس المبارك الكريم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي سيعطي بعد قليل
انطلاقة الدرس الديني الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، وسيلقي درس اليوم الأستاذ ذكر الرحمن، أستاذ جامعي ومدير المركز الثقافي الإسلامي الهندي في نيودلهي بالهند. وموضوع الدرس التربية على المسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء.